بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بإخواننا الكرام. الصورة دهيا اللي حضراتكم شايفينها دهيا دي اتبعتت لي النهاردة على الواتس، والله الساعة يمكن 5 الصبح كده، 5 ونص. فأخ بيقول لي إيه القصة دي. طيب، فطبعا بدوري أخدتها طبعا بعد ما استفسرت منه على عدة أشياء كده، أخدتها وقمت حاططها على موقع بتاع مكافحة الآفات الزراعية، وكلك طبعا إخوة زراعيين أفاضل يعني، إلا بعض الدخلاء يعني على الزراعة. ففتحنا بقى طبعا دار الإفتاء، ولسه بيتخانقوا لحد دلوقتي على فكرة. لو تدخل على الجروب هتلاقي الخناقة لسه شغالة ما بين المهندس محمد خليل والمهندس محمد علي. طبعا المهندس محمد خليل بصراحة بالأمانة هو الأصح يعني، تمام. فالمهم يعني عمالين بيتخانقوا لحد دلوقتي، ما علينا، انا سبتهم يتخانقوا وجيت لكم، ماشي، انا ولعت فيها وماليش دعوه بالباقي. المهم جينا عشان عشان نعرف الايه القصه دي ايه. الراجل لما بعتها لي، لما تحب تشخص مرض خد الامور ستيب باي ستيب كده، خطوه بخطوه، تمام. ما حدش هينط من الدور الاول يطلع للتاني على طول، لا، لابد تطلع السلم خطوه خطوه، فخدها. المجموع الخضر عليه حاجه؟ لا. المجموع الجذري فيه اصابات؟ لا، ما فيش اصابات. طيب، دي اصابه اكروسيه، ما فيش، المفروض يبقى الثمره صفراء، تبقى ضمرانه، تبقى كده، لا، النتيجه للعصاره امتصت والورق راح كده يعني، ماشي. طب ديت اصابه فيروسيه؟ لا، ما فيش عندنا اصابه فيروسيه. كل الحاجات ديت المفروض بتشوفها او بتسال الراجل، شايف انت الورق ورا الراجل اهوت اخضر زي الفل، ما فيش اي مصيبه، ما فيش اي مشكله، اسف، ما فيش اي مشكله خالص. طيب، امال ايه ده؟ جميع اللي موجودين على الموقع الا 3 مهندسين فقط، وممكن ما يكونوش مهندسين كمان، مش عارف بصراحه، كله اجزم بان ده هو اصابه تريبس. بالله عليكم، دي اصابه تريبس. اصابه تريبس اولا لا يمكن باي حال من الاحوال تكون الخياره كده بالاستطاله دي، ما بتبقاش مستطيله ابدا بالاستطاله دي، يعني ما بتبقاش مستطاله كده، لا، لابد تكون فيها انحناء. الانحناء ده بيبقى نتيجة ايه؟ ان التريبس او اي حاجة اللي هي الثقب المصة ديت بتدخل على الخيارة من جنب، تمام؟ بتاكل منها من جنب، فبتبدأ تنحني. لما بتكبر، كل ما بيحصل لها انحناء، فبتلاقيها محنية، تمام؟ ودي طبعا احنا شرحتها في كتير قوي، تمام؟ فدي طبعا مش اصابة تريبس خالص، ولا إصابة بياض زغبي، ولا إصابة بياض دقيقي، ولا أي حاجة خالص. هي الحكاية وما فيها يا جماعة، لابد نشغل دماغنا شوية، لا فيروس ولا أي حاجة، استبعد كل شيء واحدة واحدة كده، خدوا الأمور واحدة واحدة كده. هل ممكن تمشي مع المرض ده؟ لا. هل ممكن تمشي مع المرض ده؟ هل ممكن تمشي مع المرض ده؟ في حد يقول لك إيه هذا ممكن يكون مبين؟ لا. في شايف السيمترية بتاعت البياض، يعني اللون الابيض والاشكال دي، تلاقيها ماشيه على النبات من الاول للاخر. ديا يا جماعه طفره، ديا طفره يا جماعه، تمام، طفره. اهالينا الطيبين زمان كنت تلاقي في البرسيم مثلا حاجه ايه، عود برسيم كده اصفر، كله اصفر اصفر يعني، او ابيض ابيض، يقول لك دي سنه نبيضه السنه دي، تمام. ليه؟ يقول لك دي بشره خير يعني، تمام. هي مش بشره خير ولا حاجه، هي طفرة. والطفرة ده هي يا جماعة على حسب يعني ما بنقول، بتبقى طفرة تلقائية، لان في طفرات مصطنعة يا جماعة، طفرات مصطنعة، ان جماعة المربيين عشان يبدأوا يعملوا اصناف غير الاصناف بتاعتنا، ويغير في الجين بتاعه، ويغير في الحاجات دي، فبعرضها لمواد بتعمل عملية تطفير، او بتغير في الحاجة في النبات ده هو، تمام. فدي بسموها طفرة مصطنعة، اما دي طفرة تلقائية، وهي اللي بتظهر على شكل تغيرات فجائية وراثية طبيعيا، وبتعود الظهور بتاعها من حين للآخر، ومعدل حدوثها بيكون ضعيف جدا، والعلماء بيقولوا بتتراوح ما بين 1 في 100 ألف إلى 1 في 10 مليون، وتختلف من جيل لآخر. إذن فدهيا يا جماعة بكل مقاييس البيوت المحمية والأمراض والحاجات اللي تعلمناها دي، طفرة وليست أي مرض إطلاقا. عشان كده بنقول ناخد بالنا ونخلي عندنا كياسة في
التشخيص بتاعنا ومش تتقلب مرة واحدة كده تقول هي كذا، لدرجة ان في اخ يعني كاتب هي تريبس وما حدش يتكلم بعد كده. لا طبعا هي مش تريبس ولا اي حاجة، الخير زي الفل. وانا سألت الراجل طبعا عندك كم واحدة، قال هي واحدة او اتنين تقريبا في البيت المحمي كله. فطبعا دي طفرة يا جماعة. زي برضو الخيار الشوكي للناس اللي مش عارفاه اللي بتزرع في أوروبا، لو اتحط جنب الخيار بتاعنا هيقول لك ده مرض، واللي يقول لي الجدري، واللي يقول لي بقى دي حصبة، واللي يقول لي الحاجات اللي احنا عاملينها ديت. فناخد بالنا من التشخيص ده، هو مفيش أي حاجة خالص، دي طفرة يا جماعة، ده للعلم. بشكركم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.